اهلا بكم اعزائي الطلبه وطلبات الصف الثالث الاعدادي. ان شاء الله النهارده هنبدا في اول حصه من منهج الجبر، اللي هو درس اسمه حاصل الضرب الديكارتي. اسمه حاصل الضرب الديكارتي. فالنهارده ان شاء الله اول درس، ودرس سهل وبسيط باذن الله وبعون الله، بس تركزوا معايا. تمام. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا هنشرح من كتاب المعاصر، يعني التمرين اللي هنحلها هتبقى من كتاب المعاصر، بس احنا ان شاء الله كده نبدا بس نشرح كده كلمتين بصوت خالص، وبعد كده نبدا نحل. طيب، اول درس زي ما قلنا اسمه حاصل الضرب الديكارتي. اسمه حاصل الضرب الديكارتي. تمام. حاصل الضرب الديكارتي، طبعا حاصل الضرب الديكارتي هناخد منها جزئيه اسمها تساوي زوجين مرتبين. ناخد حته بسيطه النهارده كده، نبدا الجبر كده بدرس سهل وبسيط. تساوي زوجين مرتبين. طيب افهم معايا كده واحده بواحده، هما كلمتين يعني مش هيعدوا 3 دقائق. طيب ده اسمه زوج مرتب اولاد. لما اجي اقول مثلا 5 و3، ده اسمه ايه؟ زوج مرتب. ده اسمه ايه؟ زوج مرتب. طب لو قلت لك ديت، دي اسمها المجموعه. دي اسمها الايه؟ المجموعه. دي علامه المجموعه. طبعا دي مراجعه على الاساسيات، دي علامه المجموعه. طب دي هي نفس الرقم. دي اسمها الفتره. دي اسمها الايه؟ الفتره. يبقى تاني ده اسمه زوج مرتب، وده اسمه المجموعه، ودي اسمها المجموعه، ودي اسمها الفتره. تمام. دي اسمها زوج مرتب علشان في هنا قوس كده، ودي اسمها المجموعه، ودي اسمها الفتره. الفتره زي ما احنا شكلها كده. طب ممكن الزوج المرتب ده يساوي المجموعه دي تساوي الفتره دي؟ لا طبعا لا تساوي. دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه، دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. يبقى احنا النهارده هنتكلم عن الزوج الايه؟ المرتب. هنتكلم عن الايه؟ الزوج المرتب. طبعا الفترة والمجموعة دي لسه برضه هناخدها. طب يعني ايه زوج مرتب 5 و3؟ ايه زوج ايه النيو يعني في الموضوع 5 و3؟ يعني ايه 5 و3؟ بصوا يا شباب، احنا الرياضة بتاعتنا قايمة على الشبكة التربيعية، وأظن ديت كله عارفها. الشبكة التربيعية. الشبكة التربيعية دي عبارة عن محورين، أدا واحد نايم والتاني واقف. أنا بشرح وكأنك أنت ما تعرفش حاجة دلوقتي. انا بعامل دلوقتي او اللي سامعني دلوقتي او اللي شايفني في الفيديو ده كانك انت ما تعرفش حاجه في الرياضه خالص. يعني ركز معايا وان شاء الله هتفهم، بس تصفي النيه انك تفهم باذن الله. يعني انا عندي هنا محورين، ودول طبعا الشبكه التربيعيه. الزوج المحور النايم ده اسمه محور السينات، واللي واقف ده اسمه محور الصدات. محور السينات ومحور الايه؟ الصدات. اهو الزوج المرتب اللي هنا برضو عباره عن رقمين، رقم الاولاني ورقم الثاني. الرقم الاولاني ده بتاع السين، الرقم الاولاني ده بتاع السين، والرقم الثاني ده بتاع الصاد. صعبه؟ لا. يبقى الرقم الاولاني ده بتاع مين؟ بتاع محور السينات. والرقم الثاني ده بتاع مين؟ بتاع محور الصادات. طب ممكن يا مستر الثلاثه تقول خمسه تعالي مكاني، والخمسه تقول ثلاثه تعالي نبدل يلا؟ لا طبعا، عمرها ما تحصل. يعني رقم السين ما بقاش رقم الصاد ابدا، عمرها استحاله يحصل خالص الموضوع ده، ان يجي زوج مرتب يبقى صاد وسين. ابدا، استحاله. لازم الرقم الاولاني السين والرقم الثاني الصاد، ثابته كده، خدها كده قاعده. خدها ايه؟ قاعده. يبقى لما اجي اقول لك 5 و3، هل يا ترى تساوي 3 و5؟ لا طبعا لا تساوي، ابدا لا تساوي. وصلت؟ يعني زوج مرتب بس الدرس كده خلص بجد والله، الدرس كده خلص. تعال بقى نحل التمارين. قبل ما نحل التمارين تعالى افهمك حاجه. قبل ما نحل التمارين، لو انا قلت لك دلوقتي الزوج المرتب ألف وباء، ايه ماشي ركز معايا، وزوج مرتب الثاني ها سين وصاد، تمام. اللي انا استفيده من هنا ان الالف بتساوي السين، والباء تساوي الايه؟ الصاد. ليه يا مستر؟ ما احنا قلنا دي سين، وقلنا دي صاد، ودي سين، ودي صاد، يبقى هنجيب السينات مع بعض. تهت. تاني قلنا الرقم الاول ده بتاع مين؟ السين، والتاني ده بتاع مين؟ بتاع الصاد.
وده مين؟ سين. وده مين؟ صا. يبقى السين تساوي صا ايه سي، والصا تساوي ايه صا. السين اللي هي الالف، يبقى الالف تساوي الاولاني بيساوي الاولاني والثاني بيساوي الثاني. يلا خلاص. صعبه؟ لا. يبقى الالف بتساوي مين؟ السين، والباء بتساوي مين؟ الصا. خلاص وصلت. يبقى الاولاني هنساوي الاولاني والثاني هنساوي بالايه؟ بالثاني. خلصت الحكايه. تعال بقى نحل يا برنس بقى ايه تمارين كتاب المعاصر. طبعا هناخد النهارده كده ايه اولا بس كده يعني، ركز معايا بقى عشان ايه ما اتخنقش منك. يلا بسم الله. بقول هنا في كل مما ياتي اول قيم، اول قيم الف وباء. طبعا السؤال ده يا اولاد لازم يجي في الامتحان. يعني السؤال ده مش السؤال اللي هو بالنفس باللفظ يعني او بالرقم، لا، السؤال ذات نفسه نوعيه الاسئله ديت لازم تيجي في الامتحان، لازم يجي في الامتحان. طبعا اكترتها بتيجي اكمل او اختياري. بقول هنا اوجد قيم الف وباء. اذا كان الالف وباء بتساوي سالب 5 و9، يبقى الاولاني هيساوي الاولاني والثاني هيساوي الثاني. يبقى الالف بتساوي 5 سالب 5 والباء بتساوي كام؟ 9. الدرس كده المساله كده خلصت. نمره 2 برده نفس الكلام كده، الالف بتساوي الاولاني بتساوي الاولاني والثاني بتساوي الثاني. اقول له كده الالف بتساوي جذر 25، تحتيها الباء بتساوي الجذر التكعيبي ل 27. انتوا شايفين المساله؟ احنا في نمره 2. يبقى الالف بيساوي الجذر 25 والباء بيساوي الجذر التكعيبي الايه ل 27. طلع القيم بقى، طلع القيم ما تسيبهاش كده. جذر 25 انتوا عارفين يعني ايه جذر التربيعي بيساوي 25؟ يعني ايه في ايه ده الجذر التربيعي؟ ايه في ايه بيديني 25؟ يا مستر هتعب في نفسي ليه؟ ما انا الحاسبه وخلاص. لا احنا 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 كده بنضحك على بعض. جذر 25 ايه في ايه بيديني 25؟ 5. طب والباء ايه الجذر التكعيبي يعني ايه في ايه في ايه بيديني 27؟ طبعا هتلاقي ايه؟ التلاته. تلاته في تلاته في تلاته. تلاته في تلاته في تلاته. الجذر التكعيبي 27 يعني ايه في ايه في ايه بيديني 27. رقم بيتضرب في نفسه بيتضرب كمان في نفسه ثلاث مرات يديني في يديني 27 هيكون التلاته. يبقى الالف بيساوي كام يا ولاد؟ 5 والباء بيساوي كام؟ 3. اقول له اذا كده الالف بيساوي 5 والباء بيساوي ايه؟ 3. احطها له كده في المستطيله كده عشان يشوفها. يبقى انا بساوي الرقم الاولاني بالرقم الاولاني والرقم الثاني برضه بالرقم الايه؟ الثاني. تعالى بقى النمره 3. وطبعا السؤال ده بكتبها لنفسي. بيقول لي ا ناقص 2 و ب زائد 1 بيساوي 2 و سالب 3. يبقى اساوي الاولاني بالاولاني، الاولاني اللي هو مش الالف، لا لحد الفاصله دي. ا ناقص 2 هساواه بالايه؟ بالاثنين اهو. هقول له كده ا ناقص 2 هساواه بالاثنين واعمل ايه؟ خط كده. وب زائد 1 هساويه بسالب 3. ب زائد 1 هساويه بالاولاني بسالب 3. تعالى بقى نحل المعادله دي بقى. تعالى بقى نعيد ذكريات زمان. المعادله، المعادله دي بتتحل ازاي؟ المعادله ان الرقم اللي في النص ده بيروح الجهه الثانيه وبيروح بعكس اشارته. ان انا بجيب الارقام على الشمال والرموز على اليمين. انا ركز معايا. يبقى سالب 2 ديت سالب 2 هتروح الجهه الثانيه، بس وهي بتروح الجهه الثانيه ايدي يساوي تشقلب العلامه بتاعتها، يعني لو كانت هي سالب تبقى موجب ولو كانت موجب تبقى سالب. المهم بتروح بعكس اشارتها، هي سالب بتروح هناك بالموجب. ثاني يبقى ده بيروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالموجب. يبقى الف بتساوي على طول اكتب ده زي ما هو، واللي هيجي له الناحيه الثانيه مين؟ سالب 2 هتروح الجهه الثانيه بالموجب 2. وصلت؟ بقت 2 زائد 2 يبقى الالف بيساوي كام؟ 4. يبقى الالف بيساوي كام يا اولاد؟ 4. تعالى كده في الباء اهو الرقم ده لازم يروح الجهه الثانيه، قدامه موجب يبقى يروح بالسالب، هيروح هناك بالايه؟ بالسالب. اكتبها من ثاني، باء بتساوي سالب 3 سالب 1. الباء بتساوي سالب 3 سالب 1. الارقام لما بتكون متشابهه، الاشارات لما بتكون متشابهه بنجمع. يعني سالب وسالب نجمع، موجب وموجب نجمع. لا 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 يا مستر انت كده غلطان. ليه يا حبيبي؟ لان يا مستر سالب وسالب اديني موجب. انا بضرب، انا بقسم، انا هنا المساله ديت جمع او طرح. المساله هنا جمع او طرح، ما فيش هنا ضرب ولا قسمه، صح ولا لا؟ لو كانت ضرب يبقى سالب في سالب موجب، ولو كانت برضه نفس الكلام لو كانت موجب في موجب تبقى موجب. يبقى هنا سالب 3 وسالب 1 الاشارات هنا متشابهه، نجمع ونحط الاشاره الموجوده. يبقى 3 و1 4 والاشاره الموجوده اللي هي السالب تتحط. يبقى قيمه الباء بكام يا اولاد؟ بسالب 4. يا رب تكونوا فهمتوا، يا رب تكونوا فهمتوا. طب نمره 4، الاولاني بالاولاني السته هساويها بمين؟ ب 2 ناقص الف. اكتب الاول 2 ناقص الف عشان تبقى ايه المساله معادله. 2 ناقص الف بيساوي 6 واعمل الشرطه كده. وبقى ناقص 3 هساويها بالسالب 1.
ب ناقص 3 سواء بالسالب ايه؟ 1. السالب 3 تروح جت تانية بعكس اشارتها، يبقى ب بتساوي سالب 1 زي ما هي تتكتب زي ما هي، والسالب 3 هتروح لك جت تانية بالايه؟ بالموجب 3. بقت ب بتساوي، الاشارات هنا مختلفة، يبقى نطرح. انا لسه ماسح دلوقتي بقول لو متشابهة نجمع، لو متشابهة نجمع، طب مختلفة نطرح، لو مختلفة نطرح. 3 ناقص 1 يديني 2، ونحط اشارة الكبير. مين الكبير هنا، سالب 1 ولا 3؟ الثلاثة اشارتها ايه؟ موجب، حط هنا موجب، ما تتكتبش. ما ت ايه؟ ما تتكتبش. يبقى انا وديت السالب 3 الجهة الثانية بالموجب، بقت سالب 1 موجب 3، الاشارات هنا مختلفة. 3 ناقص 1 يديني 2. طب دي يا استاذ بقى 2 ناقص ا بيساوي 6، مين اللي يروح الجهه الثانيه؟ الالف ولا الاثنين؟ الاثنين طبعا، صح ولا لا؟ الاثنين طبعا، ولها طرق كتيره، يعني هي لها طرق كتيره. الاثنين اللي هتروح الجهه الثانيه، ركز معايا، الاثنين هتروح الجهه الثانيه. طب الاثنين قدامها اشاره ايه؟ سالب. لا يا حبيبي انا بقول قدامها، قدامها هنا مفيش يا مستر، يبقى موجب. مفيش دي يعني موجب، وصلت؟ يبقى مفيش دي يعني موجب، يبقى الاثنين دي هتروح الجهه الثانيه بالسالب، ما هي قدامها موجب. يبقى الالف دي هتيجي بالاشاره بتاعتها زي ما هي، سالب الف بتساوي الست دي زي ما هي، والاثنين هتروح الجهه الثانيه بالسالب. السالب الف تنزل زي ما هي، 6 ناقص 2 يديني 4، وطبعا السالب 1 يروح الجهه الثانيه، ده اهو يروح الجهه الثانيه، يبقى الالف بيساوي كام؟ سالب 4. هو يا مستر السالب ده مش هيروح الجهه الثانيه بالموجب؟ لا، لان احنا هنا قسمنا، المفروض نقسم. لما يكون هنا مفيش حاجة فاصلة بيروح الجهة التانية، مفيش جنبيه رقم بيروح الجهة التانية بنفس الشرط يعني. يبقى سالب أ يعني هي سالب 4. سالب أ يعني سالب 4. يبقى أنا طلعت كده قيمة الأ وطلعت قيمة الإيه؟ الباء. الخمسة الأولاني هساوي بالأولاني، أ تربيع هساوي بال 36، وهنا الواحد هساوي بالباء أس 5، باء أس 5 أسمها بواحد. هو هنا عايز قيمة الأ، هو جايبها هنا أ تربيع. لما بتبصوا بقى من ضمن الاساسيات برضه لازم تاخدوها، لما تلاقي التربيع ديت ولازم نخلص من التربيع ده، اتخلص من التربيع ده ازاي؟ اقول له باخذ الجذر التربيعي، اقول له كده باخذ الجذر التربيعي، باخذ الجذر الايه تربيعي. الالف ديت هتساوي زي ما هي، تمام تمام. وهنا هيطلع لي بكام؟ ال 36 تطلع لي بكام؟ يعني ايه في ايه بيديني 36؟ ايه في ايه بيديني 36؟ موجب او سالب؟ تاني ايه في ايه بيديني 36؟ رقم بيتضرب في نفسه مرتين يديني 36، هو ال 6. يبقى 6 في 6 في 6 و 36، ولا بتيجي تاخد الجذر التربيعي هيطلع موجب او سالب. موجب او ايه؟ او سالب. يعني ايه موجب او سالب؟ يعني ممكن تكون موجب 6 في موجب 6 او سالب 6 في سالب 6، لان سالب في سالب وموجب 6 في 6 في 36، موجب في موجب بموجب 6 في 6 برضه ب 36، طلعت نفس الناتج اهو. يبقى عشان كده بنعمل احنا هنا ايه؟ موجب او سالب. طب بقى اس 5 اقول له هناخد الجذر، هناخد الجذر، مش حاجه اسمها جذر خماسي. يبقى بقول مثلا واحد يعني واحد اس ايه بيديني 5، واحد اس ايه او رقم اس 5 يديني او رقم اس 5 يديني 1، ها رقم اس 5 يديني 1، فهيبقى 1 لان هي هي. يبقى الباء بيساوي كام؟ 1. وهنا برضو الالف بموجب او سالب 6. طب تمام، أ ناقص 7 هساوي بسالب 2 أهو، وباء أس 3، باء أس 3 ناقص 1 بيديني 26، أساوي ده التاني بالإيه؟ بالتاني. هنا برضه السالب 7 تروح الجهه الثانيه بالموجب، هتبقى ا بتساوي، نزلت ال زي ما هي، السالب بتدي زي ما هي، وهيجي لها الموجب 7. الاشارات متشابهه مختلفه، نجمع ولا نطرح؟ مختلفه، واد وبت، يبقى نطرح. 7 ناقص 2 يديني 5، الاشاره الكبيره هنا موجب، حطيت الموجب خلاص. هنا السالب 1 برضه يروح الجهه الثانيه، يبقى بقى اس 3 زي ما هي، ال 26 زي ما هي، والسالب 1 يروح الجهه الثانيه بالايه؟ بالموجب، هتبقى موجب 1. بقى اس 3 بتساوي 27. هناخد الجذر التكعيبي، يعني ايه في ايه في ايه بيديني 27؟ يبقى بقى بيساوي كام؟ 3. بقى بيساوي كام؟ 3. وهنا ألف أس كام؟ أس 5. يبقى هدي قيمة الألف ودي قيمة الباء. طيب كمان تعالى نمرة 7،
الالف واتنين الف واتنين ناقص الف، هقول كده اتنين ناقص الف اكتب المعادله الاول واساويها بالايه؟ بالالف. تمام. وهنا اتنين باء ناقص ثلاثه، اتنين باء ناقص ثلاثه هساويها بالايه يا اولاد؟ بالباء. بالايه؟ بالباء. يلا السالب الف هتروح الجهه الثانيه بالايه؟ بالموجب. يبقى اتنين بتساوي الف زائد الف. الف زائد الف يديني كام؟ الالف دي يا اولاد بس ما تقوليش لحد، اوعي تقول لحد لانها مهمه جدا. الالف دي قدامها واحد بس ما اتكتبش، ودي برضو قدامها واحد بس ما اتكتبش. فلما تقول واحد الف زائد واحد الف يبقى يديني كام؟ اتنين الف. يبقى اتنين الف هساويها بالايه؟ بالاتنين. اتنين الف هساويها بالايه؟ بالاتنين. ولما يكون رقم رمز قدامه رقم لازم تقسم عليه. لما يكون رقم قدامه رمز لازم نقسم عليه، هنقول هنا اقسم على الاثنين عشان الف قدامها اثنين. انت عارف الالف ده لو قدامها خمسه هقسم على خمسه، سبعه هقسم على سالب اثنين، سالب اثنين عيل صغير هقسم على عيل صغير. الاثنين دي تروح مع الاثنين دي وتفضل الالف، واثنين على اثنين فكام؟ فالواحد. يبقى انت كده طلعت قيمه الايه؟ الالف. هنا السالب ثلاثه هتروح الجهه الثانيه. يبقى 2 باء، ركز معايا بقى، السالب 3 هتروح الجهه الثانيه والباء هتروح هنا. ما انا هجيب الباءات مع بعض صح ولا لا؟ انا بجيب الباءات مع بعض. الباء ديت قدامها موجب هتروح الجهه الثانيه بالايه؟ بالسالب. والسالب 3 ديت سالب هتروح الجهه الثانيه بالايه؟ بالموجب. يعني عامله زي الباء برضو بعكس كده زي الشطرنج او الدومينو او الكوتشينه. 2 باء ناقص باء، الباء دي قدامها برضو واحد بس ما بنقولش لحد، قدامها واحد. بقت 2 ناقص واحد يديني واحد باء. الواحد ما بكتبش. تكتب واحد باء كده؟ لا ما بكتبش. وتفضل لي ايه؟ 3. يبقى الالف ب 2 والباء بكام يا اولاد؟ ب 3. هنا الالف هساويها بالايه؟ بالباء تربيع. اقول الالف هساويها بالباء تربيع والباء بالسبعه. عايزين بقى نطلع قيمة الألف والباء. طبعا الباء عندك هي بسبعة. طب أنا عايز قيمة الألف. نركز مع بعض. وهنا عايز قيمة الألف. نعمل إيه؟ أنا هو جايب لي الباء بسبعة وعايز قيمة الألف بقى. قال لا إيه؟ ده جايب الألف قال لي بيساوي باء تربيع. أيوه. قال لا طب ما الباء بكام أصلا؟ بسبعة. يبقى أنا هشيل الباء ديت وأحط مكانها سبعة. هيبقى الألف بتساوي الباء ديت احط مكانها ايه؟ 7. 7 اس 2 يبقى الالف بتساوي 7 اس 2 يعني مضروبه في نفسها مرتين. ال 7 اس 2 يعني مضروبه في نفسها مرتين يعني اصلها 7 ب 7. 7 ب 7 بكام؟ ب 49. يبقى الالف ب 49 والباء بكام يا اولاد؟ ب 7. يا رب يا رب تكونوا فهمتوا، انا هدفي ان انتوا تفهموا بالله عليكم. كويس قوي. 2 الف هساويها بال 2 باء زائد 1، يبقى 2 الف هساويها. طب اكتب الاول 2 باء زائد 2 الف زائد 1 عشان او 2 باء زائد 1. والالف هساويها بال 7 برضه نفس الكلام. يبقى انا اعوض عن الف بايه؟ ب 7 بس، المساله خلصت. هي جايب الالف ب 7 اعوض عنها هنا ب 7. يعني هشيل الالف دهيت واحط مكانها ايه؟ 7 اهي، واحط مكانها 7. وخلي بالكم ما بين ال 2 و 7 مش 72. ما تشغل ما تحطش التاتش بتاعك والنبي. ما تقولش دي 2 والبقلب ب 7 يبقى 72 يا مستر. لا يا حبيبي ما ينفعش كده. هنا في الوسط هنا في بس ما بتكتبش. بقت ال 2 في 7. يبقى 2 بقى دي زائد 1 بتتكتب زي ما هي. وال 2 في 7 بايه؟ ب 14. الواحد ده زي ما اتعلمنا بالمعادله هتروح الجهه الثانيه بالسالب ولا بالموجب؟ هي هنا موجب هتروح بالايه؟ بالسالب. يبقى 2 بقى بتساوي ها؟ يلا. 14 ناقص 1 يبقى 2 باء بتساوي 13. هقسم على اللي قدام الباء اللي هي الاثنين، وهنا هقسم على الاثنين دي تروح مع دي لان 2 على 2 فيها الواحد. والباء بتساوي كام ولا بتساوي كام ولا 13 على 2. يبقى انا كده طلعت قيمه الايه؟ الباء. ودي برضو هسيبها لكم ان انتم تحلوها. ماشي. ديت حصه النهارده، حصه بسيطه وجميله ولذيذه وعفيفه وشريفه. ان شاء الله هنبدا بقى في الايه؟ في المهم والحاجات الثقيله ان شاء الله في حصه ضرب الديكارت الحصه الجايه.